طيب اخر شكل بقى، وده برضو يعني منتشر شويه عندنا هنا، اللي هو بنسميه راوند، الدائري او التفاحه. يعني في ناس بتقول على الشيبس بالفاكهه. فده عباره عن ايه؟ ده الناس اللي هو لما بيجي تملى بيبقى يعني بيبقى الوزن معظمه في الجزء اللي في النص حوالين البطن. الناس اللي عندها بطن، وده بالظبط بيبقى كتير قوي، بيحصل بالذات للسيدات بعد الحمل. بالظبط بالظبط، خاصة المرحلة اللي بعد الحمل، أو يعني لما بنكبر في السن أو كده. احنا عامة يا إما بنحط بنزيد الوزن في الدراع، في البطن، في الأرداف، في ناس وزنها بيتركز في الحتة دي. غالبا دول كانوا مثلا مستطيل، ولما زادوا في الوزن أو بعد الولادة على طول أو كده بقى راوند، عشان الوزن بقى كله في المنطقة اللي في النص حوالين البطن. طيب ما هو دول احنا قلنا إن احنا مش عايزين نعمل تفاصيل تشد العين للحتة اللي احنا مش عايزين الناس مش تاخد بالها كونفيدنت منها. فيها. بالظبط، فده ما ينفعش يجي يلبس حزام، لان انت وانس لبست حزام، واحنا عاملين نقول ويست فين، وانس لبست حزام انت اول حاجه شدت العين للمنطقه دي، فما نلبسش حزام. بس بنعمل ايه؟ لان هو ده راوند، بنعمل كلها قصات ونقشات تشد الجسم بالطول، حاجات مخططه بالطول، حاجات طويله. ممكن البس مثلا اللي هي الويست كوتس او الجاكيتس او كاردينجز اللي هي الطويله خالص دي. حاجة تدي رفع كده. بالظبط، حاجات تعمل اللي هو زي ستريم لايننج، يعني تشد بالطول. او برضو نلعب تاني بالالوان، لو انا هلبس كذا لاير مثلا، هلبس جاكيت او بليزر او جيلي او اي حاجه، البس اللي تحت غامق فانا ما بشدش العين لمنطقه البطن، البس التوب اللي تحت غامق واللي فوق هو اللي فاتح. بس وكده. ده حلو جدا، ده لذيذ جدا على حاولت فكره. اختصر لك لا لا، على قد ما ده اقدر. لذيذ جدا والله، ده انا مبسوط. لا ايوه انا ده حاسس ان ساينس صح، ده لذيذ ده قوي. علم.